هتأثري في مكالماتك ومش هتدخلي في مشاكل ملهاش لازمة. تفتكري ايه الحاجات اللي بتتغير في البنت بعد سن الـ30؟ بتفكر بطريقة مختلفة شوية، يعني في الاستقرار، في لو عندها بيت، في أولادها، في جوزها كده يعني. لا بتشيل المسؤولية طبعا، وطبعا الدلع اللي هي متعودة عليه بتنساه نهائي. بتكبر دماغها من مشاكل كتير كانت الأول بتزعل عليها وتفكر فيها وممكن تتعب بسببها. بعد ما تخش بقى في مشاكل الحياة وتعيشها بيبقى في حاجات أهم من كده بكتير، بتبقى دي بالنسبة لها إيه اللي أنا كنت بزعل عليه، إيه اللي أنا كنت بفكر فيه ده. فدماغها بتكبر بعد كده وبتنشغل بحاجات تانية ما بتتأثرش بيها زي الأول. السلبية اللي هي بتبقى عايشاها بتغيرها تماما 180 درجة، بتقدر تستوعب، تقدر تقول إمتى لأ إمتى أقول آه. أنا عايزة أقولك إن الـ30 ده يعتبر أحلى أيام حياتك، بتشوفي الناس بطبيعتها وعلى حقيقتها وتقدر تميزي الحلو من الوحش. المسؤوليات وانه في حاجات بتبقى مش مهتم بيها بعد سن الـ30، يعني عادي بتعدي، كله بيعدي. قبل الـ30 بتبقى طفله شويه، لما بتعدي الـ30 تفكيرها بيتغير في كل حاجه، يعني بتتغير مع اصحابها، بتتغير في شغلها، بتتغير مع الناس المرتبطه بيهم حواليها. بقيت مجهده غير بقى ما كنت بفكر بقى في الاول خالص، انا عايزه البس كذا، لا هنزل اشتري كذا، لا عايزه اجيب كذا، انا نفسي في كذا. اهتماماتي انا الشخصيه اختلفت تماما وتغيرت. تفكيرها بتغير وشخصيتها بتقوى اكيد، والدراسه اللي بتدرسها اكيد بتنمي لها شخصيتها وبتغير كل تفكيرها. بتفكر بطريقه اعمق وبتعدي اي مشكله، بتحاول تفكر في حل المشكله بطريقه اوضح، يعني تفكيرها بتكبر دماغها. افتكر ان هي بتبقى مش مهتمه قوي باراء الناس وبحاجات اللي هي كانت بتركز فيها وهي اصغر، بتركز اكتر في مستقبلها، تشوف هي حابه ايه مش حابه ايه، وبتشتري سلامها النفسي اكتر حاجه. افتكر مسؤوليه بتزيد، بتبقى عقلانيه اكتر، مشاعرها بتقل، عقلها بيغلب، بتبقى انضج اكتر. لو في اي مشكله بتحاول ان هي ما تفكرش فيها كتير، بتبتدي تبص لحياتها العمليه اكتر. لو هي مثلا متجوزه او في اسره بتركز مع اولادها، مع يعني اهتمامات بيتها ايه اللي بيبسطها، وبتجنور بقى اي حاجه بتضايقها. نشكركم جميعا، الحقيقه اراء مهمه جدا، ودي جايه من كل واحده بتتكلم عن تجربتها الشخصيه، فدي بتبقى حاجه جميله قوي ان احنا نستفيد كلنا من اراء بعض. موضوع السلام النفسي لفت نظري لان هو مهم جدا، وانا بحس ان احنا كل ما نكبر سنه كل ما بنحاول نوصل للسلام النفسي ده. حوالينا ضغوطات كتير بتلهينا او ناس بترجعنا لورا او بتشدنا لتحت، لكن لازم يكون هدفنا الاول والاخير هو السلام النفسي. شاف حسن